السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. الملك المغربي والشعب المغربي يبهران العالم. تايمز البريطانية: الشعب المغربي سبق الوباء بالاحتياط الحجر الصحي في البيوت. هيومن رايتس ويتش الأمريكية: الشعب المغربي أكد وعيه وتفوق على الفيروس بعدم الانتشار كثيرا. منظمة الصحة العالمية: الدواء هو الوعي المغربي بالحملة التي أعلنوا عنها. البقاء في المنازل أي الحجر الصحي. صحف الجزائر الشقيقة: الشعب المغربي متحد وراء ملكهم وجميعهم التزموا بحملة البقاء في المنازل أي الحجر الصحي. صحف مصر العربية الشقيقة: رغم الأوضاع المزرية في المجال الصحي في المغرب إلا أنهم أثبتوا عن وعيهم بحصار الفيروس وعدم انتشاره. قناة الجزيرة العربية: الشعب المغربي الوحيد الذي تمكن من محاصرة الفيروس واحتكاره وراء نصائح مسؤولين في الدولة. فرانس 24 الإخبارية: العالم بأكمله يشاهد انتشار سريع الوباء في جميع الدول المستهدفة بالفيروس إلا الشعب المغربي تمكن من محاصرة بالبقاء في منازلهم ووعيهم بخطورة الأمر. نشكركم على حسن المتابعة.